دايما. وكابتن مجدي عبد الغني كمان من الاسماء المثيره للجدل، مش بس كلاعب كوره يعني، حتى اداريا وخلافه. فانت ما قلقتش بقى من فكره انه ما هو كابتن مجدي عبد الغني اللي بيخليه يلعب، كابتن مجدي عبد الغني اللي بيساعده؟ اكيد الظروف دي او الامور دي انت شفتها في عيون الناس حواليك، تعاملت مع الامر ازاي؟ طبعا ضغوطات على طول من اوضه اللبس، من وانت صغير على طول الناس بصلك بصه اللي هو يعني دايما بيبصوا لك بصه اللي هو انت مش تعبان زينا، مش جاي من الحته اللي احنا جايين منها، الكلام ده كله. بس انت كل اللي تقدر تعمله انت تجتهد وتعمل اللي عليك، تتمرن كويس، وربنا بقى يكرمك لما يديك في الملعب ان شاء الله. يعني تثبت بقى ناس ان الملعب زي ما انا قلت لك قبل كده، لما انت عندك مدخل ملعب فضاح، عمرك ما يعني عمرك تقدر تضحك على الناس في الملعب في ماتش طبعا، بالظبط لعيب الكوره تحديدا ما فيهاش يعني. انت وارد جدا طبعا بطبيعه الحال انه يساعدك انك توصل لنادي، بس مش هيخليك تلعب. صح يعني ممكن صح يقول لحد والله شوفوا يوسف صح يعني يمكن يطلع كويس، بس مش هيخليك تلعب، برافو عليك. مستحيل عمر ما المدرب ما هيكون عايز يعني يخسر يخسر. بالظبط، فهو يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما يقدر ويرد في الملعب يعني على عديت الحاجات على دي. النادي الاهلي بقى ولا ما عدتش خالص؟ لا ده وانا صغير قوي يعني، وانا صغير جدا. بعد كده كان كان عندك مشوار قد ايه؟ بعيد بقى يعني حوالي 7 سنين مثلا ولا حاجه. بعد كده رحت فترة بقى نادي السيد جنب البيت عشان المسافة كانت بعيدة قوي. بعد كده رحت أسبانيا، كنت بدرس في أسبانيا، فلعبت فترة هناك في الدرجة التانية، ورجعت بقى هنا تاني خدتها من تحت خالص. فده بقى اللي يثبت ان هو يعني مش محتاج نقول خالص ان ده عشان يوسف مجدي عبد الغني فبيلعب ولا الحاجات دي. صح. عديت على نادي النصر، ويعني تعرف نادي النصر في الدرجة التانية عامل زي الأهلي كده، كابتن سيد عيد لو ايه مستحيل يعني في شغله يدخل اي مجاملات ولا اي حاجة. لعبت في النجوم، بعديها بقى الحمد لله السنة دي بدأت السنة هنا مع الكابتن علاء نوح، ودلوقتي كابتن علاء عبد العال. طبعا انت لعبت في اسبانيا فين؟ لعبت في اسبانيا في نادي اسمه ريكامبيوس كولون في فالنسيا. طب ليه ما قررتش تكمل في اوروبا يعني تلعب شويه حتى لو في فرق صغيره؟ كان نفسي طبعا، بس يعني كان في ظروف كده خاصة يعني، حبيت ابقى هنا جنب اهلي اكتر وابدأ من هنا ويعني اطلع على حاجة كويسة، او ما افضلش يعني، عشان كنت حاسس ان النادي مش طموحي قوي بره، فحسيت ان انا اخلص يعني اثبت نفسي هنا واعمل شغل كويس، بعد كده ولا اطلع الحاج بقى على حاجه قال لك كويسه ان شاء ولا الله. الحاج قال لك كفايه كده بقى بره، تعالى اقعد معايا يعني من دي من حاجه من دي من دي. دي شوف ودي. كابتن مجدي برضه تعبنا في كل حاجه، انا مش راضي يسيب لنا لعيب بره في اوروبا عشان برضه يبقى يقول لك انا اجمد محترف. نفس ان القصه. شاء الله يعني اشتغل الفتره دي، وباذن الله لو فيها ان انا احترف احترف في نادي كويس باذن الله. عظيم.